هذه هي الكاميرا التي ستغير معنى التصوير. هذا هو الهاتف الذي سيغير مفهوم الهاتف المحمول، حيث يقدم جهاز سامسونج S20 Ultra كاميرا بدقة وضوح فيديو يصل إلى 8K، وقمنا ببناء هاتف يغير العالم حوله بواسطة نظام كاميرا احترافي مع 9 مرات المزيد من بكسلات معظم الكاميرات الأخرى، مما يعني أنه يمكنك نسيان 12 ميجا بكسل لأن هاتف S20 بدقة 108 ميجا بكسل. يمكنك الآن التقاطها ومن ثم تقريب أكثر، ومن ثم يمكنك التقاط صورة أخرى من هناك وسيبقى الوضوح رائعا. وعندما يتعلق الأمر بالحركة، اسأل سامسونج S20 يحقق تحرك متنقل بإطار وتركيز فيديو ثابت بسلاسة هاي بيكسبي شوت سوبر ستدي، فيديو متطور بسلاسة تامة كفيلم رواي طويل حتى لا تفوتك فرصة واحدة. مقاطع الفيديو 8K ستغير إلى الأبد معنى التصوير الفوتوغرافي. يمكنك الآن التقاط صورة بدقة 73 ميجا بكسل من فيديو 8K وستبقى بجودة عالية، ولا توجد كاميرات أخرى بها هذه الخاصية. يمكنك الآن إضافة مقاطع فيديو تصل دقتها إلى 8K مباشرة على يوتيوب. كم عدد مرات التقريب التي ستأخذك إلى الأماكن التي لم يسبق لك التنقل فيها قبل أن تتمكن من الوصول؟ الآن في 10 مرات مقابل 100 مرة. إنه أمر لا يصدق. استمتع بالضوء مع مزيل حساسية ثلاثي الأضعاف لتضفي مزيدا من القوة على الصورة، وستتمكن من ذلك حتى لو كنت في الليل. في الواقع هناك المزيد مع تقنية 5G، يمكنك مشاهدة أفلامك وتحملها بدقة فلاش. لن تراها أبدا. تمنحك الإدارة الذكية للبطارية 5000 ملي أمبير المزودة بـ S20 التي تعمل بتقنية نيترونز القدرة على المتابعة والعمل لساعات طويلة. أما التشغيل فمن خلال مساحة تصل إلى 1.5 تيرابايت تمكنك من حفظ 750 ألف من الصور المفضلة لديك بدقة عالية جدا. هاي بيكسبي Find My Los Angeles Photos. إن كل هذه الصور محمية عن طريق نوكس العميل الآمن، إنه يقوم بحمايتك عن طريق الرقم السري وكلمة المرور والنمط الخاص بك. اليوم تعرفت على نظام الكاميرا عالي الجودة الذي يغير كيفية التقاط الصور ومقاطع الفيديو، وشاهدنا 3 هواتف 5G غيرت اللعبة حولها وأحدثت تغييرا حقيقيا لمفهوم الموبايل. أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.